البوطة مهددة بالاختفاء من المحلات، والموزعون يقررون تعليق نشاطهم بعد تلويح أرباب محطة الوقود بخوض إضراب وطني شامل ردا على ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين. جاء الدور على شركة توزيع الغاز التي هددت بالتوقف عن نشاطها في حال ما لم تبادر الحكومة لاتخاذ إجراءات لرفع الضرر الناجم عن ارتفاع سعر الغازوال وتضاعف تكلفة النقل. وعقب اجتماع لفيدرالية موزع الغاز بجهة فاس مكناس، خرج موزعون الغاز بجهان بقرار التوقف عن عملية التوزيع أيام 8 و 19 أبريل الجاري والاكتفاء بالبيع داخل المستودعات في انتظار إيجاد حلول آنية للتخفيف من تكلفة التوزيع.